فهاد الدرس غادي نشوفو كيفاش كتشونجا ديك ديس فاليو امبليسيتلي. شنو كنعني بامبليسيت؟ يعني ما كتشونجيهاش حتى مانيوالمون. يعني جافا سكريبت انجن هو اللي كيشونجي هاد بيندين لواحد الكونتكست. اي غادي نعيطو على فانكشن من جلوبال اكسكيوشن كونتكست، وغادي نعيطو على فانكشن من وسط واحد الاوبجيكت، وغادي نشوفو اشنو غادي تافيشي لينا ديس فهاد لك. دونك نبداو الكود ديالنا. غنكري واحد الاوبجيكت ستودنت، كري واحد الاوبجيكت ستودنت، وغادي نعطيه كفاليو مثلا بروبابلي الاولى غنعطيها فول نيم، ندير مثلا عرباوي مهدي. وبالنسبه لي الفاليو الثانيه غادي ندير واحد الجيت فول نيم بروبابلي، وغادي نعطيها كفاليو واحد الانونيمس فانكشن. انونيمس فانكشن هي فانكشن ما عندهاش النيم. وغندير واحد الكونسول لوك ديس الفول نيم. مزيان، شنو عندي هنا في هذا الكود؟ اوبجيكت بروبابلي فاليو، هاد البروبابلي الاولى فول نيم فاليو سترينج، والبروبابلي الثانيه جيت فول نيم والفاليو ديالها فانكشن. مزيان، اشنو بغيت ندير؟ غنكري واحد الفاريبل جيت فول نيم، وغادي نعطيها كفاليو هاد جيت فول نيم اللي كاينه هنا. دونك غنمشي للاوبجيكت ديالي، ندير واحد البوان هنا باش ناكسيدي للستودنت، ومن بعد غادي ندير جيت فول نيم. دونك الى جيت انا هنايا ودرت كونسول لوغ للجيت فول نيم بلا ما ندير واحد الانفوك، غادي يعطيني كوم كوا راه عندي الفاليو اللي هي هاد الانونيمس فانكشن. هاد الانونيمس فانكشن هي الفاليو. الى جيت هنايا ودرت جيت فول نيم، درت لها واحد الانفوك، عطاني انديفاينيت. علاش؟ باش نفهموا علاش راه نشوفوا الفيزز اللي داز فيهم هاد الجيت فول نيم، ولا هاد الكود كامل كيفاش جافا سكريبت مشى فيه ستيب باي ستيب. شحال من الفيز قلنا كاينه؟ قلنا ملي كنبغيو نكريو الكود ديالنا جافا سكريبت انجن كيدوز من تو فيزز، الاولى اللي هي الكرييشن، والثانيه اللي هي الاكزيكيوشن. اكزيكيوشن دونك انا راه نبداو بالكرييشن فيز الاولى. كرييشن اشنو كيطرا فيها او نيفو ديال الكود ديالنا؟ او نيفو ديال الكرييشن اسيدي، اول حاجه كيتحط هاد الويندو اوبجيكت ويندو، وشنو كتعطى ليه كفاليو في هاد الكود عندنا؟ دونك ويندو كتعطى واحد الجلوبال اوبجيكت، واخا يكون عندنا الكود خاوي كاع هاد ويندو غتقدر تاكسيدي ليه. دونك هذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى واحد الجلوبال اوبجيكت. مزيان، من بعد شنو كيطرا نيفو ديال هاد الكرييشن فيز؟ ديس اشنا هو الفاليو ديالها اللي كيعطيها ليها باي ديفولت؟ انا ما كنهضر على هذا الكود. ديس اللي كتعطى ليه باي ديفولت هو الويندو، يعني كتبها في الويندو لان نحن في واحد الانفايرمنت ديال البروزر. من بعد اشنا هو عندي؟ عندي مثلا هاد ستودنت اللي هي واحد الفاريبل، اشنو كتعطى كفاليو؟ اندفاينيت في الاول لان باقين في الفيز ديال الكرييشن ماشي في الاكزيكيوشن. اي في الاخر عندي هاد جيت فول نيم. دونك غادي انا من الكود ديالي top to bottom عندي هاد جيت فول نيم، حتى هي فاريبل جيت فول نيم، كتعطاها كفاليو اندفاينيت. اوكي دونك انا اللي جيت هنا كيف ما قلت لكم اكسيدت الويندو، ها هو اكسيسبل، ولا اكسيدت الديس كيعطينيكم كوا كي ريفيري لهاد الويندو. يعني هادشي كيتاكد لينا لحد الان هنايا. من بعد في الاكزيكيوشن فيز، دونك سالينا من الكرييشن فيز من توب تو باتم، باقي ما دخلتش هنايا، خليناه هنايا، باقي جافا سكريبت انجن ما دخلش هنايا. دونك نحيد هنا الكرييشن، ندوز للفيز الثانيه ندير اكزيكيوشن. اكزيكيوشن فيز اشنو كيطرا فيها؟ كيتشونجاو الفاليوز. دونك اسيدي ويندو كتبقى ما عندها الجلوبال، عندي جلوبال اوبجيكت ديال اوبج، وديس كتبقى فيها حتى هي كتبقى فيري الويندو، ولكن الفاليو ديال ستودنت والفاليو ديال فول نيم غادي تشونجا. دونك الفاليو ديال ستودنت غادي تشونجا، شنو غادي يولي؟ لانها اوبجيكت يعني غادي يولي تاخذ هاد لابار هادي كامله غادي تستوك في الاكزيكيوشن فيز. دونك فول نيم فيها الفاليو ديالها بلا ما نكتبها،
دونك هاد سترينغ عربيوي مهدي اللي كاين هنايا و get full name get full صوري على الخطة ديالي غتعطيها واحد الفانكشن لي fn دونك غتستوكا فيها fn بحال هكا غديفينكم كوا فانكشن من بعد هاد get full name اشنو غادي تستوكا فيها حتى هي هادي في الاكزيكيوشن فيز get full انا من حد الان غادي نوضح لكم علاش ديك تيست عطاتنا اندفاين سيبو معي step by step دونك get full name شنو غادي تستوكا فيها fn دونك دخلنا في الاكزيكيوشن فيز لحد الان هاد ستودنت تشونجات ليها الفاليو ديالها وهاد get full name تشونجات ليها الفاليو ديالها حضيو معايا this راها باقا ويندو ما تشونجاتش ليها الفاليو ديالها نهائيا دابا دخلنا غاديين مع الكود ديالنا سالينا الكرييشن سالينا الاكزيكيوشن ديال هاد لابار ولكن هنا عندي واحد الفانكشن كول ولا فانكشن اكزيكيوشن شنو غادي يطرا فيه اوكي اون نيفو ديال هاد الفانكشن كول غادي ندخلو في واحد الكرييشن فيز واحد اخر دونك غندخلو في واحد الكرييشن فيز واحد اخر ديالاش ديال هاد لابار هاد لابار شنو غيطرا فيها هذا كاين واحد الكول ديال واحد الانونيمس فانكشن ولكن في الكرييشن فيز شنو كيطرا فيها اوتوماتيكلي دونك اول حاجه كاين الارغومنتس نستعمل شي كول واحد اخر ارغومنتس كي ديفيني في واحد الاوبجيكت هنا ما عنديش شي ارغومنت في الفانكشن ديالي دونك هاد جيت فول نيم ما فيها حتى شي ارغومنت دونك الكرييشن فيز ديال الانونيمس فانكشن هاد الكرييشن فيز ديال الانونيمس فانكشن علاش لان هادي فيها فانكشن anonymous علاش لان الا جينا درنا هنا console log get full name غتشوفوها بانها anonymous function هي هادي ما عندهاش نو دونك هاد الكرييشن فيز اللي خدامين فيها حنايا دابا ديال anonymous function اللي هي هاد الفاليو ديال هاد الفانكشن رايت هير دونك بالنسبه لي الارغومنتس لانت 0 علاش لانه ما عندي حتى شي argument هادشي اللي غادي تستوكا وديس ديس الفاليو ديالها اشنو ديس غيبقى الفاليو ديالها ويندو ديس غيبقى الفاليو ديالها ويندو علاش لانني عيطت عليها من الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست ما تشونجاش دونك ديس بقى الفاليو ديالها ويندو من بعد من غتسالي الكرييشن فيز غادي تدخل في الاكزيكيوشن فيز تدخل في الاكزيكيوشن فيز اكزيكيوشن فيز صافي اصلا هنا ما عنديش انا شي بيزنس لوجيك اون نيفو ديال الفانكشن ديالي شنو غادي يطرى غادي تزاد هاد الفانكشن ديالي فاش في واحد الكول ستاك كيف ما كيتسمى غتزاد واحد الكول ستاك اللي هي هادي فانكشن من بعد اون فوا غادي تيكزيكيوتا غادي تافيشي ليا انديفايند اي غادي تخرج من الكول ستاك صافي غطيها ما انا اللي بغيت نوصل لكم هنايا هذا هو المهم عندنا بان ديس في الكرييشن فيز وحتى في الاكزيكيوشن فيز حتى في الاكزيكيوشن فيز بقات ويندو بقات الفاليو ديالها ويندو يعني ديس ما افيشاتش ليا هاد لابار هادي ديس افيشات ليا بقات ما ريفيري الويندو وداك الشيء علاش عطاتني اندفاين الا بغيت اسيدي هاد افيشي ليا هاد الفول نيم خاصني نكري واحد الفاريبل غنجي نكري واحد الفاريبل فول نيم وغنعطيها مثلا جون دو فهاد الكهاية قدرت ناكسيدي ليها علاش لان دابا راه ولات هاد الفول نيم فين ولات الفول نيم اسيدي ويندو فول نيم دونك اكسيدينا ليها من الجلوبال اوبجيكت اللي هو ويندو باش تعرفوا هادشي علاش غنجي هنايا وندير واحد الكونسول لوك ديس غتشوفوا كوم كوا ها هي افيشات ليا فول نيم نمشيو نقلبوا على الفول نيم عندنا هنايا هاي شوف كان عليا انا رفع شي لاباج لانه ما دارش لي الاوتولود هنايا هاي فول نيم عطاتني جون دو يعني اتاشات فين اتاشات لهاد الويندو اوبجيكت دونك هاد فول نيم فاش كريناها اتاشات لهاد الويندو اوبجيكت من بعد ولينا كنقدروا ناكسيديو ليها شنو بغيت نوصل لكم من هادشي كامل اللي بغيت نوصل لكم بان هذاك الكونتكست اللي خدمنا عليه كامل هاد الفونكشن ان فواش تعيط عليها من هنايا ما جيتش وعيطت عليها من وسط واحد الاوبجيكت يعني ما جيتش او شونجيت مثلا ليها الكونتكست من كنعيط عليها راه كتبقى تافيشي ليا كتبقى ديس ملينكيا للويندو كتبقى ديس
بايند ديال ويندو وهذا كيتعشى بواحد الامبليسيت بايندين دونك ديك ديس ماشي انت اللي شونجيتي ليها الفاليو دونك جافا سكريبت انجن هو اللي دار هادشي دونك شفنا الكا ديال جيت فول نيم عيطنا عليها من هنا وباش اكسي ديال واحد الفاليو ديال فول نيم كرييت واحد الفاريبل هنايا في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست باش تمابا الويندو اوبجيكت وتافيشي ليه النيم هذا دابا نمشيو للاكزامبل ثاني دونك سالينا هنا الكرييشن فيس شحال من فيس بعدا دزنا منها كاين حيد الكونسول لوغ شحال من فيس دزنا منها اول فيس دزنا منها هي كرييشن او نيفو ديال الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست من بعد اكزيكيوشن او نيفو ديال جلوبال اكزيكيوشن كونتكست وما تشونجاتش ليا ديس من بعد ما نوصل الاكزيكيوشن اشنو طرا كرييشن جديده لان عندي واحد الفانكشن كول هنايا طرات واحد الكرييشن ثاني اي في الاخر طرات واحد الاكزيكيوشن لان عندنا اكزيكيوشن اي في الاخر خرجت لنا الفانكشن ديالنا من الكول ستاك وكمل لنا الكود ديالنا ولكن ديس في هاد الفيز كامله بقات عندنا ما بفيريا الويندو ما تشونجات ليها الفاليو ديالها لان منين عيطت عليها من الجلوبال من عيطت على هاد الفانكشن من درت هاد الكول درتو من الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست هادشي علاش ما تشونجاتش امتى غادي تقدر تشونج ليا الفاليو غتقدر تشونج ليا الفاليو الا جيت هنا مثلا ودرت ستودنت اشنو عطاتني هنايا عطاتني عرباوي مهدي غاديش نمشي للفيزز كاملين تقريبا نفس الفيزز اللي درنا من قبل فين غادي تشونج هنايا ديس غادي تولي في الكرييشن فيز ولا في الاكزيكيوشن فيز سوري ديس في هاد الكا غادي تولي كتبه فيري علاش غتولي كتبه فيري الاوبجيكت اتسيلف هاد لابار ديس غتولي كتبه فيري لهاد لابار علاش لانني عيطت عليها من كونتكست واحد اخر عيطت عليها من الكونتكست ديال هاد الاوبجيكت هاد عيطت على الفانكشن ديالي داكشي علاش افيشات ليا فول نيم دونك ديس ولات هنايا ديس ولات كتافيشي ليا فول نيم والنيم ديالي بلا ما نعاود نكتبو اي جيت فول نيم جيت فول نيم والفانكشن اف ان دونك او نيفو ديال الاكزيكيوشن كونتكست هنا غادي تشونج ليا الفاليو باش تشوف هادشي غنجي هنايا وغادي ندير كونسول لوغ لديس وغتشوفكم كوا ها هي كتافيشي غنزومي شويه ها هي افيشات ليا الاوبجيكت اتسيلف دونك ما بقاتش كتافيشي ليا ويندو يعني اون فوا كيف ما كنشوفو شونجينا غير اكسيدينا لواحد الفانكشن من وسط واحد الاوبجيكت تشونج الكونتكست ولا واحد الاوبجيكت اكزيكيوشن كونتكست يعني تشونج الكونتكست من حدي من كتعيط على الفانكشن كتشونج ديك الفاليو ديال ديس ولا البايندين ديال وهذا كيتسمى امبليسيت بايندين لانك ماشي انت اللي كدير هاد البايندين هاد البايندين كيديرو جافا سكريبت انجن ديبيندين على انت من كتعيط على الفانكشن ديال دونك هذا كيتسمى ديفولت دونك ديفولت امبليسيت بايندين بلا ما تكري انت شي حاجه ديس كتكون اتاشي للويندو والامبليسيت بايندين في هاد الكائن فوش عيط على واحد الفانكشن من وسط واحد الاوبجيكت كيعطيها كفاليو الاوبجيكت اتسيلف كاين بزاف ديال الكا اللي ديسكيت شونجا فيهم الكيورد ديالو انا ما بغيت نمشي لشي كود اللي عنده علاقه بجافا سكريبت اكما سكريبت 6 باش ما ندوخكمش لان هذا درس ديال هذا كور ديال جافا سكريبت اكما سكريبت 5 فاندمنتالز الدرس ديال اكما سكريبت 6 غادي نقدروا ندخلوا فيه مي بيزك ايديا هنا هضرنا على الاكزيكيوشن كونتكست خدينا واحد البيزك ايديا على الكرييشن فيز والاكزيكيوشن فيز وخدينا على واحد البيزك ايديا لانفو هنايا الى عيطت على جيت فول نيم جيت فول نيم غتاكسيدي ليا الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست وديس غادي تكون الفاليو ديالها ويندو انفو هزت واحد الاوبجيكت اللي هو ستودنت وعيطت على الفانكشن ديالي اشنو غادي يطرى غادي تولي ديس اللي هي الكيورنت اوبجيكت ولا الكيورنت فاليو ديال الاوبجيكت اوكي شي اللي كاين ثانكس فور واتشينغ ذيس فيديو